السلام عليكم. عليكم السلام فهد. مبارك. ايش في مبارك بعد؟ يساومني. يعني إذا حطينا الصفقة بكفة وهي بكفة بيختارون هي. أخوي رحمة الله عليه يعني بالمنى يقول لي هي هي مو أمانة برقبتي. إيه يما أنت مو ناقصد شيء. بلا ناقصتي. هذه حركتي. أنتم ما تبون هي وأنا أبيها. نص هالقلب ما له داعي يكون عند مو ريال. داعي عرج. الله بس شنو هذا؟ هذا قلب مقصوص، واحدة لك وواحدة لي. هيا. ترى احنا ما نبي من عمي شيء. لا انا ولا امي ولا الريال اللي رباني اللي عمي مو راضي يقتنع انه هو ابوي. هيا الروح شاهده على اوان.